ده الصحابة حضرتك. طب المشاهد اليوم في التصوف، ما احنا عايزين برضو يعني برضو يعني يبقى عندنا حالة من التوازن للفهم القضية او المفهوم ده. الحالات اللي حضرتك قلتها دي ايام الصحابة، طيب دلوقتي في مشاهد في التصوف غير المشاهد من قبل، يعني في اخطاء كيف نقومها وكيف نصححها؟ قبل ان ادخل معكم في هذه النقطة والجزئية، أحب أن أختم الكلمة الأولى بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما كانوا عليه من معرفة بالله أو من تصوف على حسب سؤالك، نعم، أو على حسب تصورك، نعم، أو من تربية وسلوك، سميه ما شئت، نعم. نحن ما نحب أن نقف عند عقدة الألفاظ يا أستاذ مجدي، نعم. لا لا، إذا كان ما يريد أحد كلمة تصوف فليمحوها خلاص، نخليها تربية سلوك، تربية تزكية النفس، تزكية النفس، فيسميها كما يشاء، لأنه بعض الناس عندهم عقدة من الألفاظ، فبلاش دي، بلا المشكلة دي بلاش منها. يعني يقول لك فلان صوفي أو فلان مخرف، ما دام هو صوفي فهو مخرف. ليه؟ لأنه هو متصور على أن الواقع هذا كله هو يحكم القضية، بأن هذا حسب تعامله. فأنا أريد أن أبين لكم وللسادة المشاهدين كتاب من الكتب العظيمة التي صدرت أو التي ألفها المؤلف في الصدر الأول، وهو كتاب حلية الأولياء. كتاب حلية الأولياء للحافظ أبي نعيم. الحافظ أبي نعيم، أيوة، مشهور. أحمد بن عبد الله، أيوة، أحمد أحمد بن عبد الله الأصفهاني، نعم، الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني، أيوة، هذا هو حلية الأولياء. ألفه إمام عظيم عالم كبير من حفاظ السنة، نعم، اسمه أبو نعيم. ما نريد أن نستعرض الكتاب لأن الوقت قد ما يساعدنا، لكن أريد أن أبين لكم وللإخوان الذين يتابعون مجلسنا هذا أو مفاهيم لقاءنا من خلال مفاهيم يجب أن تصححها. إيش جمع فيه هذا الكتاب؟ نعم. هذا جمع فيه الصحابة الصوفية. الصحابة، إيوه، الصحابة الذين كانوا على مقامات التصوف. أبو بكر الصديق طبعا على رأسهم، عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، عثمان، أبو ذر، فلان فلان إلى آخره. هؤلاء الصحابة كانوا على مقامات التصوف اللي هو مقام الإحسان، وهذا هؤلاء كانوا يلازمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يسمى بالصفة، الصفة التي خلف الروضة، فكانوا يلازمونه، ليس همهم الطعام ولا الشراب، وإنما يلازمونه ليه؟ تربية وسلوكا. وهنا تأتي المعية في أن التربية ليست فقط أنه يأتي الأستاذ أو أنا أدخل إلى قاعة المحاضرات وألقي كلمتين أو محاضرتين وتنقطع الصلة بيني وبين أستاذي وبين أستاذي وبيني وبين طلابي. هذا موجود الآن في العالم، المحاضرات كثيرة على الكمبيوتر، حتى على الكمبيوتر والإنترنت ممكن تدرس محاضرات كاملة وما بين بلاد وبلاد كما تشاء، نعم. لكن هنا في نوع تربية، نعم، صلة، في نوع ارتباط، نعم، في نوع صلة، في معية، في قدوة حسنة، في ارتباط بين الأستاذ والمدرس، في ارتباط بين المريد والشيخ. هذا هو الارتباط الذي هو كان بين الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام وبين أصحابه الكرام وبين هؤلاء الذين هم أهل الصفة. هؤلاء نحو 70 صحابيا ليس لهم هم، ليس لهم شغل إلا ملازمة الحبيب الأعظم، يسمعون القرآن ويسمعون السنة ويعلمون الناس الدين ويتابعون المصطفى صلى الله عليه وسلم في أعماله وفي أفعاله وفي أحواله ويلازمونه. فإذا جد الجد ما رقدوا وإنما قاموا للجهاد، وإذا حصلت مصيبة أو حصلت مشكلة قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا أهل الصفة، ادعوا أهل الصفة. هؤلاء هم أهل الصفة، مؤلف فيهم رسالة خاصة، أجزاء كبيرة عظيمة للحافظ أبي نعيم يسمى بحلية الأولياء، تكلم فيها عن الصحابة الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي معية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أهل التصوف. نعم، نأتي بعد ذلك إلى أنكم سألتم عن المشاهد، عن المشاهد اليوم. المشاهد اليوم يا سيدي الكريم أنت تعلم أن كل شيء دخل فيه ما ليس منه،
أنا ما أنكر أنه قد دخل في التصوف أمور لا يرضاها أهل التصوف أنفسهم، يعني دخل في بدع وخرافات وأمور قد يكون دست. وأنا في موقفي هذا أو في لقائي هذا مع سيادتكم أرجوك أن تعفيني عن الوقوع على هذه المواقف، لأني أنا ما أحب أن أقع إلا على العسل، وأما غير العسل فسل عنه غيري. يمكن أن يقول لك إيش المواقع التي دخلت في التصوف وما ينبغي أن تكون. لكن أنا أقول لك بصراحة أنه اليوم في العالم الإسلامي وعلى ظهر الأرض يوجد والحمد لله كوكبة عظيمة من علماء الأمة، ولا أحب أن أذكر اسم أحد ولا أحب أن أذكر طريقة أحد، فإن كل واحد له طريقته وله مشربه، لكن الميزان عندنا الكتاب والسنة، الميزان هو الكتاب والسنة. وأحب أن أشير هنا إلى قضية مهمة، وهي أن كثير من الكتب دس فيها ما لا يرضاه أصحابها من أئمة التصوف الذين لهم المقام الكبير في وضع قواعده وأصوله. الإمام العظيم موجود عندكم في مصر عبد الوهاب الشعراني، هذا الإمام الشعراني له كتب عظيمة في التصوف والمعرفة بالله سبحانه وتعالى، وقد وضع كتبا جليلة، وكان في ذاك الوقت ما كانت مطابع، وإنما كان الشيخ إذا صنف كتابا أعطاه للوراقين يدونوا وينسخوا ثم يكتبونه ويشيع بين الناس. يوم من الأيام خرج أحد تلاميذه إلى سوق الوراقين فسمع رجلا ينادي ويقول من يريد كتاب الشعراني، فجاء إليه قال له أنت عندك كتاب الشيخ الشعراني؟ قال نعم. ما هو؟ قال كتابه المسمى بتنبيه المغترين، من أين جئت به؟ قال والله جاءني الأستاذ مجدي الأستاذ محمد علوي أحد هؤلاء الإخوان وقال لي أنسخ منه نسخة، فنسخت له نسخة وأنا نسخت لي نسخة والآن أريد أن أبيعها، فاشتراها منه وذهب بالكتاب إلى بيته ففتحه وقرأه، معلوم أن هذا من تلاميذ الشعراني ويعرف فكر الشعراني ويعرف ما يقوله الشعراني، فرأى كلاما عجيبا كلام الشعراني ما يقوله، فجاء إلى شيخه وقال سيدي يا سيدي الشيخ انظر إلى كتابك هذا الكلام أنت قلته، فأخذه وقرأ وإذا به يجد 10 صفحات لم يقلها، فحزن حزنا شديدا وقال أستغفر الله أعوذ بالله من هذا الكلام، والله يا بني ما قلته ولا كتبته، وهذه النسخة الأصلية، وأخرج النسخة الأصلية وقارنها بهذه المخطوطة. معلوم أن هذا قد يكون واحد من أعداء الإسلام، نحن لا نشك في هذا. أخذ النسخة وزاد فيها الصفحات التي فيها الكذب والزور والبهتان والتي نسب إلى الإمام الشعراني، فلما قابل نسخة بالنسخة وجد هناك فرق كبير، وأن هذه النسخة الأصلية التي عند نفس المؤلف ليست كالنسخة المنقولة. فألف في ذلك رسالة كتابا وذكر في مقدمته، إيش ذكر في مقدمته؟ سأريك يعني موقف من مواقف الإنصاف، فيقول يا عباد الله أنا رجل بشر، وأنا بما معناه طبعا أنا ما أسوق الكلام بلفظي، أنا بشر وأنا أصيب وأخطئ، فكل ما أؤلفه إن كان موافقا للكتاب والسنة فهو من كلامي، وإذا رأيتم شيء في كتبي مخالف للكتاب والسنة صراحة ولا يقبل التأويل، لكن مو بفهم من هب ودب، لا بفهم الكتاب والسنة، ربما أحد يروح ويقول لا هذا الكلام مخالف للكتاب والسنة، فيكون الآفة مو من المؤلف، الآفة من الفهم. وكم من يقول بعض ساداتنا المشايخ علمائنا وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، هو الفهم هو فهم السقيم. فهنا يقول إنني أنا بشر أصيب وأخطئ وأعدائي كثيرون بل أعداء الإسلام كثيرون، فإذا رأيتم كتابا
من كتبه زنوه بميزان الشرع، فإن كان مخالفا للكتاب والسنة صراحة أو لا يقبل التأويل أو التخريج فأنا أبرأ إلى الله منه.